بيكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي جماعة فقط أخبار سريعة، وأول خبر معانا عن يوري مرقادي اللي نزل أغنية جديدة وهي أغنية بعيد عنك. النجمة دنيا سمير غانم سجلت أغنية جديدة وهي أغنية دعائية لفيلم هبتة، اللي طبعا من بطولة عمرو يوسف وماجد الكدواني ومعهم كوكبة كبيرة من النجوم. سامو زين كان موجود في اليونان وده عشان كان بيصور فيديو كليب جديد لأغنية جديدة وهي الدنيا دنيتنا.